أربعين. أما بعد، فهذا أثر آخر من آثار الذنوب وعواقبها الوخيمة، أنها تضعف في قلب المرء تعظيم الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن القلب كلما عمر بتعظيم الله عز وجل كان ذلك أدعى لاستقامته على طاعة الله، بل إن استقامة المرء على طاعة الله عز وجل بحسب ما قام في قلبه من التعظيم لله جل وعلا، فإذا اختل هذا التعظيم لله اختل العمل. ولهذا ينبغي على العبد المؤمن أن ينظر إلى الأمور الجالبة إلى قلبه تعظيم ربه سبحانه وتعالى، فيعتني بها ليعمر قلبه بالتعظيم لله عز وجل، وأن ينظر أيضا في الأسباب المضعفة لتعظيم الرب سبحانه وتعالى في القلب فيجتنبها ويحذر منها. ومن أشد ما يكون في ذلك الذنب بعد الذنب والمعصية بعد المعصية، فإن النفس إذا انهمكت في الذنوب ضعف فيها، بل ربما ذهب ما في القلب من تعظيم لله جل وعلا. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. اقرأ ما بعدها، هذه كلها من الجوالب للتعظيم لله سبحانه وتعالى، التفكر في آياته العظيمة الدالة على عظمته وفي أسمائه العظيمة الدالة على عظمته سبحانه وتعالى. لكن العبد إذا انغمس في الذنوب ذهب عن قلبه ذلك، ذهب عن قلبه هذا التعظيم. قد قال الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه سبحانه وتعالى حق تعظيمه. فمن أنفع ما يكون للقلوب أن تكون معظمة لله، ومن أضر ما يكون على القلوب أن يذهب عنها هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى. والذنوب ذات خطورة عظيمة على قلب العبد في إضعاف هذا التعظيم لله سبحانه. والمطلوب من العبد الناصح لنفسه أن يحافظ على هذا التعظيم لله في قلبه، وأن يعمل على زيادته لا على إنقاصه.